ألولوفيم هي التجربة الجديدة على غرار ألو بكالوريا التي نظمتها المنظمة التونسية للتربية والأسرة خلال الأسبوع الماضي لتقديم النصائح للراغبين فيها من التلاميذ والأولياء. هذه المبادرة التي أشرف عليها المكتب الوطني للمنظمة حضرها عدد كبير من الأساتذة المتطوعين من مختلف الشعب. عامر جريدي، الكاتب العام للمنظمة التونسية للتربية والأسرة. ألو نوفيام هي بادرة أولى على غرار ألو بكالوريا التي تنظمها المنظمة التونسية للتربية والأسرة كل عام. اليوم قمنا بالتجربة هذه الأولى مع ألو نوفيام بالنسبة للمترشحين لشهادة ختم الدروس الإعدادية، واللي العملية تتمثل في أساتذة متطوعين، أساتذة المواد اللي يعديهم في الامتحانات للأسئلة الأخيرة بتاعهم عبر الرقم الأخضر الموضوع على ذمة المترشحين مجاني بالطبيعة، اللي هو 80106901. وإن شاء الله في المستقبل تكون العملية مرئية، تكون تكنولوجيا الاتصال معناها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر التقنيات الحديثة في إطار البرنامج اللي أطلقت له البرنامج الإطاري اللي أطلقته المنظمة مؤخرا بالتعاون وبدعم من وزارة التربية. إليك يا مدرستي هذه المبادرة التي تهدف إلى رد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس. ثمانون مئة وستة تسعمائة وواحد هو الرقم الأخضر الذي كان عنوان استفسارات المتدخلين. نحب نزيد نقول المستوى المتدني اللي وصل في الرياضيات، ثم معضلة كبيرة اللي حنقاسوا فيها عندنا قديش من عام، اللي نقاليو في نفس البرنامج يقرأوا فيه في المعاهد النموذجية ويقرأوا فيه في المدارس الإعدادية العادية، احنا نقالوا فيه في 4 سوايع هم يقالوا فيه في 5 سوايع. أنا كنحسبك الساعة هذيك على الأقل نربح شهر ونص خدمة زايدة، مش هذيك على حساب شكون. دونك التفرقة ما بين التلميذ النموذجي والتلميذ العادي، احنا كنا تلامذة عادية ما ثماش نموذجي وغير نموذجي، عندنا الذكاء وعندنا الإبداع في التلميذ العادي، علاش احنا تحرمونا من الساعة هذيك؟ أنا نسحق فيها برشا تطبيقات. وبعد نقولوا شو بيكره الرياضيات، راجعوا نذير الوزارة تراجعها الحكاية هذه اللي هي معضلة نقاسوا فيها عندنا قديش. الضغوطات اللي يعانيها التلميذ، أنا نقول تلميذ المناظرة السنة التاسعة، التلميذ يعدي تيلمون البرامج مكثفة، ما نحكيش كان مثلا أنا الماتيغ نتاعي عربية، خذ المات، خذ السيونس، تلقى التلميذ عنده برامج مكثفة. معناها ما يلحقش. شو اللي يصير بالنسبة للولي؟ الولي عنده مشكلته يحب ولده ينجح. احنا هذاك هو معناه، احنا في تونس احنا نحب تلميذنا ولدنا ينجح باش نلقى من بعد انا نتيجة. اللي يصير انه التلميذ من 8 متاع الصباح في العشرين يوم هذوما من بعد ما عدينا الفروض التأليفية يدخل من ليتود يخرج ليتود. معناه ما عادش تعليم مجاني. مش حكاية مجاني، تنجم انت حتى يقرا في الكوليج نتاعو. تلقى حتى يقرا في الكوليج نتاعو بثمن رمزي معناه، واساتذه نتاعو تقريه بخيتو، هو فما ايتود دروس خصوصيه يقوم بها الاستاذ. علاش يعمل دروس خصوصيه؟ خاطر ما يكملش الدروس في المعهد. لان المستوى تدنى تدنيا واضحا مع الكورونا. مع الكورونا انا السنه عندي 24 سنه خدمه، السنه السابعه مثلا خذيت السابعة سنة قعدت معناها نحط نقطة استفهام. تدعيما لكلام زميلتي، هذا زاد ولد العنف في صفوف التلاميذ حتى ما بين بعضهم، والتنمر التلميذ يلقى روحه، وحتى عمل زاد حتى نوع العنف المعنوي. كيفاش؟ انه ولا ما عادش يحترم الاستاذ. كيف انت تحكي له حكايه هو مش فاهمها اصلا، شو يقعد يعمل؟ مش يولد يولي هو يضحك أو يلعبها، وهو ذاك الكل ردة فعل نفسية قوية داخل الطفل التونسي. علاش ما نلقاوش هذا في مدارس أخرى والمدارس الخاصة والمدارس اللي برامجها مخفة الفرنسية؟ احنا نجيو نشوفوا نلقاونا أعطي 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 أعطي، التلميذ شو يعمل؟ يولي يسرق. ريتك العنف ذاك اللي مول معناتها معمول عليه هو من غير ما يشعر، يخرجوا في عنف. هو العنف المعنوي خليله يعمل العنف المادي، وزيد ولد له زادة كيفاش باش يوصل ينجح. يلزمه يسرق المعلومة. النصائح اللي نعطيه فيها هي نصائح نفسية. التلميذ كيف يبدأ حاضر ساعات يقول لك أنا راني خايف، معناه عندي كل شيء في راسي، أما أنا إلسفي باش نتذكر اللي فما كونكور وفما امتحان راني نخاف برشا.
هنا احنا نقدموا له نصائح معني على الخوف، نقول له مش لازم مادامك انت حاضر، مادامك انت معناها عندك المعلومه ما فماش علاش، ما له الا هو امتحان عادي معناها كبقيه الامتحانات نتاع تعطيله السنه، ما فماش علاش باش معناها تخاف. ونبداو نشوف زملائه علاش هما ما يخافوش، ليش هو يخاف؟ اي ما هوش الكل، هما اغلبهم معناها تلقاه مستعد من غير خوف، اللي خاف معناها عادة معناها هكيكة يقول لك أنا خايف وكها، أما أنا راني حاضر. يلزم إحنا نقنعوه اللي هو حاضر معناها في المعلومة ما عندوش علاش باش يخاف معناها. يوسوس. أي هكيكة، والأكثرية هو العائلات راهي هي الأولياء هم اللي يعملوا لهم ضغط نفسي، هاو كونكور هاو كونكور معناها يهولوا الامتحان اللي الصغير هو اللي خاف. نصاف كمون شعبوني أستاذة علوم الحياة والأرض في التقاعد قرية فريانة، عيطت لي المديرة متاع المنظمة التربية والأسرة مفيدة طبوبي، قالت لي تحبش تجي معانا في تشارك معانا في النهار السبت في ذا ألو نوفيام. قلت لها ما حتى مشكل بيان سور، احنا التلامذة ديما يقعدوا صغيراتنا وديما نحبوهم وماذا بينا نعينوهم في كل وقت. متطوع. أي متطوع طبعاً طبعاً، وربي إن شاء الله ينجحهم، إحنا نستنيو فيهم خاطر البرنامج متاع السنة التاسعة برنامج هام ياسر حتى للمبعد في السنوات، ثم برامج كيف البروغرام متاع الباك معناها يستحق ويقعد زيد عندهم زيد معرفي كبير برشا كان يتعمقوا في البروغرام هذا متاع السنة التاسعة، بروغرام خارق العادة، وديما المناظرات متاع علوم الحياة والأرض معناتها متنوع ويعطيوه على الدروس الكل براتيكوم، ما ثماش يعملوا هكا لو شوا اللي اكستراوردينير نتاع لي دوفار نتاعهم، ومهما انسان يحضر يجم يوصل ويجم ان شاء الله ينجح بالكدا. نجوى مومن استاذ تاع علوم الحياه والارض، كيف انا بدي متقاعده من المدينه الجديده وشاركت في الو بكالوريا، واليوم شاركت في المبادره الجديده اللي هي الو نافيان، الكل معناها تشجيع وتطوع لتلامذتنا، وكما كانت قالت الأخت البرنامج يعني هام جدا، ومعناها وراو معناها الامتحانات نتاع السنة التاسعة هي متنوعة وعلى جميع الدروس، ما ثمش درس معناها أنت باش تختار درس على درس، احنا اللي ننصحوا به أنه معناها التلميذ الكتاب هو المرجع الوحيد نتاعنا، الكتاب نتاع الدرس هو المرجع يعطيو ماذا بينا تلامذتنا معناها في اخر وقت يكونوا ملمين بالخلاصه اللي موجوده وبالوثائق الموجوده في الكتاب، وان شاء الله ما يراو كل خير بقدره ربي وان شاء الله. شاركتي صلاح امتحان البكالوريا؟ لا انا ما قلت كنت قاعده دونك ما شاركتش، ما ريت الكوريجي نتاعنا، الكوريجي اللي ريته في البكالوريا هو في متناول الجميع الحقيقة، معناها كيف راهو حتى في البكالوريا ما عادش علوم الحياة والأرض باش يعطيوك درس برك، متنوع على عام كامل ما بين الكسيام والكراك والبروبليم والاناليز متنوع، دونك ما عادش تلميذ باش يجي، هي ثقافة عامة ومعناها نجم نقولوا على المستوى ثم مستوى، وحس ما رينا الإصلاح وريناهم الإصلاح هبطوا في متناول الجميع. إصلاح باش يكون معناها على بورتي دو طول مون اللي قرا معناها بوغ ان ليف مويان، انا نرى ان ليف مويان كي بيان معناها خدم بالكدا ولا بيان بريباري ينجم روحو طريف كسي منا شويه بروبليم يكون في متناول الجميع. هذه مداخله من تلميذ؟ اي من تلميذ من الكيف يسال على حاجه معينه، بون جو سيكو هي صعيبه شويه عليهم تلاميذ النوفيام اني باش يستوعبوها خاطر دخلوا لهم هذوما لي برونو غولاتيف، يسال عليها بون الى سيبلي لا كيستيون يعطي الصحه ديجا. العمليه بدات اليوم هي؟ اي اليوم. هي ديجا اول دوره تعملت مستنسين نعملوا هنا الو بكالوريا، وسنه جاتهم الفكره باش يعملوا الو نوفيام، زاده باش نعاونوا الصغيرات يسالوا اي سؤال في اي حاجه، يسالوا في اسئله معناتها اي حاجه. والرقم تو كيفاش نجموا يعرفوه التلامذة؟ بون احنا عملنا انونس في لي باج فيسبوك نتاعنا، بون احنا في منظمه التربيه والاسره عندنا برشا مكاتب محليه.
واكثرتنا اساتذه اللي شادين الماكات المحليه هذيا. دونك هو سا سو باس دو بوش لوغيل تلامذتنا وسورتو قلت لك كيما قلت لك معناتها عملنا دي زانونس على لي باج فيسبوك نتاعنا وسافا الاقبال ماهوش خايب بور اون بروميير سيسيون سافا. فخري الجيز استاذ عربيه نخوضوا التجربه لاول مره هذيا والتجربه هذيا لفائده تلاميذ تسعة اساسي مشاركين في المناظره الوطنيه. اليوم باش نحاولوا نحلوا بعض الاشكاليات اللي تطرقوا لها التلامذه في خصوص الانشاء العربي. بطبيعة الحال هما قاموا بالمراجعه وقاموا بكل ما يلزم خلال السنه الدراسيه. نحن موجودين اليوم خاصة في هذه المرحلة تسمى بمرحلة ربما الشك، يدخلوا بعض هكا الشكوك داخل التلميذ في حول المنهجية حول بعض الأفكار. باش نحاولوا اليوم نوجههم وخاصة الجانب النفسي نهيئوهم نفسانيا باش يكونوا حاضرين إن شاء الله لخوض هذه التجربة وهذه المناظرة الوطنية. تعرفوا اللي هي مناظرة وطنية يعني مش امتحان باش يتعدى فيها التلميذ الممتاز. نحاولوا نوصلوهم للمرحلة هذه اللي هو نهار الاثنين إن شاء الله عفوا نهار الاثنين 8-10 باش يعديوا الإنشاء العربي. حاولوا نكونوا معاهم اليوم ونساعدوهم نفسانيا ونساعدوهم حتى من حيث فيما يخص البرامج اللي تلقاوهم أثناء، وإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله تتكرر التجربة هذه وتتعمم إن شاء الله حتى يستفيد منها التلميذ ويلقى ديما بقدرة ربي الأستاذ ديما السند واقف معاه إلى آخر لحظة. وهذه هي غايتنا بطبيعة الحال، ما يحسش التلميذ نفسه وحده، ونحن حتى نرافقوهم حتى يوم الاثنين صباحا قبل ما يدخلوا تلقانا موجودين في المدارس في مراكز الامتحان مش نقفوا معاهم ونساندوهم. وبالتوفيق إن شاء الله والنجاح من أجل تميز التلميذ ومن أجل بطبيعة الحال نحن كأساتذة اللغة العربية من أجل اللغة العربية متاعنا اللي إن شاء الله تقعد ديما اللغة هي الأم وهي اللي تكون على الأقل في مستوى المأمول اللي نخدمه عليه الكل.